لو جيت تسألني يا عمر ايه هو الضرر الوحيد لمشاهدة الإباحية وناس كتيرة بتتغاضى عنه، مش هقولك بقى الضعف الجنسي، ولا هقولك قلة الرغبة الجنسية، ولا هقولك تضييع الوقت، ولا هقولك ان هو بيخليك أعمى، ولا هقولك ان هو بيوقع لك شعرك، ولا هقولك ان هو بيجيب لك أمراض، ولا هقولك كل الكلام ده. انا هقولك حاجة واحدة مفيش حد بيسلط الضوء عليها، وهي انحراف الميول الجنسية نتيجة مشاهدة الإباحية. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو عجبك المحتوى يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، فعل الجرس، تابع انستجرام، فيسبوك، تيك توك، ويلا نبتدي. اول حاجه، لو جيت تبص للناس اللي بتتكلم على الاباحيه فهتلاقي ان في رايين. الراي الاولاني اللي هم بيسموهم العادي، ان انت تعمل ماستربيشن حاجه صحيه ولازم تعملها كل فتره عشان تطلع رغباتك، حاجه صحيه للمجرى التناسلي او المجرى البولي بتاعك، وعادي ان انت تعملها طالما انت متحكم في الموضوع. والراي الثاني ان هو النوفاب كوميونتي، او ان انت لازم ان انت توقف تماما، وان انت ما تتفرجش على الاباحيه النهائي، وان دي حاجه مش طبيعيه، وان دي حاجه بتسلبك رجولتك وبتقلل الثقه بالنفس، وبتعمل لك مشاكل زي تطلع لك حبوب، توقع لك شعرك، والى ما اخره، وان انت المفروض تستغل الماسكلين انرجي او الطاقه الذكوريه بتاعتك دي في حاجه مفيده، بدل ما انت عمال تاخد دوبامين صناعي او فيك، هيحصل لك كراش وهتضطر ان انت تعيد الدوره تاني وتروح تتفرج اكتر وتمارس العاده اكتر، وهكذا تلاقي نفسك في دوره عنيفه. الحقيقه بتقع في النص ما بين الاثنين دول، لان خلينا واقعيين، مجتمع النوفاب مثلا هو يقول لك اللي هو بطل دلوقتي، بطل خالص. طب افرض مثلا انت شخص معتمد جدا على الموضوع ده، اللي انت بتمارس الموضوع مره مرتين ثلاثه اربعه، وعادي على فكره الموضوع ده بقى منتشر جدا، هل انت متوقع ان انت فعلا هتقدر او عندك الويل باور ان انت فجاه تروح من الحاله دي ان انت تبقى نو فاب على طول، وتستغل الطاقه ديت وتروح تنشئ شركه، او تروح ان انت تمارس هوايه ليك، او ان انت تروح تبقى كريس بومس للعرب؟ طبعا لا، الموضوع لازم يجي بالتدريج، ولازم أن يكون مخطط عشان فعلا تنجح في الموضوع، مش تفشل او يحصل لك كراش وترجع تاني ثقتك بنفسك تقل عن الطبيعي لانك فشلت في حاجه، وتلاقي نفسك في دوره عنيفه من الموضوع ده. فئه ثالثه بقى من الموضوع، اللي هو تلاقيه دخل في الموضوع يقول لك شهاده الاباحيه ديت هتخليك اعمى، هتجيب لك ضعف جنسي، غضب ربنا هينزل عليك، الى ما اخره. طبعا هو الهدف من الناس دي اللي هو الترهيب، او ان هو بيخوفك من العاده الاباحيه. في ناس بينفع معاها الاسلوب ده، في ناس ثانيه ما ينفعش معاها الاسلوب ده، بتشوف الموضوع كرنج، وممكن حتى ان هو يعند ويستمر في الموضوع اكتر. الحقيقه ان الحاجه الوحيده اللي انا شايف ان هي مضره جدا من الموضوع ده هو انحراف المعايير الجنسيه، ان الناس بدات تتقبل افكار ما كانتش عاديه. طبيعي ان انت بتمارس الحياه الجنسيه ديت مع شخص انت بتحبه، بتتعلقوا مع بعض، بتحترموا بعض، بتتواصلوا مع بعض، تشوف هي بتحب ايه، تشوف انت بتحب ايه. الموضوع مش بيكون انستنت، لا، ممكن ياخد سنين عشان تشوف الشريك بتاعك في الحياه عايز ايه. انما مع البورنو والاباحيه فانت حرفيا في مجرد ثانيه فانت بتشوف عالم من الفانتسيز او الروايات او الخيالات المنتشره بكل جمال انواع، حتى اللي انت ما فكرتش فيها. فاللي بيحصل ان الانسان بيمل، الانسان بيمل من الحاجات التقليديه اللي هو الاحضان، القبلات، ايا يكن، كل الحاجات دي الانسان بيمل منها بسرعه كبيره جدا. فايه اللي يحصل بعد ما يمل وهو مدمن الاباحيه او مدمن العاده السريه؟ ان هو بيبتدي يخش في حاجات فانتسي اكتر، او حاجات خياليه اكتر، حاجات كينك اكتر، حاجات غريبه اكتر، غير مالوفه. فحتى هتلاقي ان العناوين بتاعت الفيديوهات اللي بدات تبقى غريبه جدا، يقول لك ماذر، فازر، ستيف فازر، ستيب داد، دادي، مامي. البي دي اس ام منتشر بصوره كبيره جدا، او الناس بدات تشوف الموضوع ان هو حاجه طبيعيه، وخاصه بعد افلام زي فيلم 50 شيدز اوف جراي، اللي في ناس كتير شايفه ان هو حاجه رومانسيه جدا، جانب السيطره وجانب الساديه والمازوخيه. فاللي بيحصل ان انت دماغك بيخش في دوره عنيفه جدا من الملل، ان انت تبحث عن حاجه كينكي اكتر، ان انت تدمن الحاجه دي، وبعدها انك تمل، فتضطر ان انت تبحث عن حاجه كينكي اكتر، وهكذا 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 وهكذا. فتلاقي ان انت حرفيا الرغبه الجنسيه بتاعتك بقت غريبه جدا، ما بقتش واقعيه نهائيا. انت خلاص دماغك دي او الشهوه الجنسيه بتاعتك انفصلت عن الواقع، انت عايش في عالم لوحدك. فيا اما ان انت هتنعزل تماما عن البشر، وهتقرر ان انت تبقى لا انجابي، او ان انت ما تتعرفش خالص على الستات، لان اي واحده انت هتحاول ان انت تقول لها الكلام ده هتضحك عليك وهتشوفك مريض نفسي، او ان انت هتدور على ناس مريبه زيك عشان يشاركوك التجارب الجنسيه دي. فهتلاقي نفسك ان انت وقعت في مستنقع قذر جدا. وللاسف في ناس كتير بتقع في الموضوع ده ومفيش حد بيتكلم نهائي، والمجتمع او الاستيجما اللي هتحصل لو انت حاولت حتى ان انت تبحث عن حد يعالج لك الموضوع ده، انه هيبص لك وصمه عار، ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده، انت عبيط ولا ايه؟ فتلاقي ان انت انحصرت في زاويه. في ناس كتيره مثلا بتنحرف عن الواقع، اللي هو الشواذ، وان يكن تلاقيهم سافروا بره، وفجاه مثلا بنات هنا كانوا محترمين فجاه يسافروا بره ويبقوا ليزبيان او يقولوا حاجات غريبه. انا بصراحه شايف ان هو ده ليه دور في الموضوع، اللي هو وصمه العار، ان هو فعلا حدش اتكلم معاهم في المشكله دي، حاول ان هو يحلها لهم، ان هم في تجاهل بصوره كبيره جدا، سواء من الاهل او من الاصدقاء، وهم ناس
ناس ما بيعرفوش او ما عندهمش مهارات السوشيال، فهم بقوا في المشكله دي. وبرضو ان هم بيروحوا للمشاهد الاباحيه يلاقوا كل اللي هم عايزينه بزياده كمان. فانا شايف ان الموضوع ده ليه تداعيات او اعراض جانبيه كتيره، ولو انت فعلا شخص ادمنت الاباحيه بصوره كبيره جدا، فانا شايف ان انت لازم على الاقل تفكر ان انت تقلل الموضوع ده او ان انت تمنعه تماما، وان انت تبطل انت تتفرج على المشاهد الاباحيه، وتحاول تشوف طريقه طبيعيه اكتر في تفريغ الشهوه الجنسيه بتاعتك. طب ايه هي حلولك للموضوع ده؟ هل انت مثلا تبطل؟ هل انت تجبر نفسك انك تبطل؟ طبعا لا. حرفيا في ناس اعراض الانسحاب من الاباحيه عندهم زي اعراض الانسحاب من المخدرات، وممكن تكون أسوأ كمان. فايه الحل للموضوع ده؟ في كذا استراتيجيه قناه دكتوره اسمها دكتور تريش كانت عرضتها، سواء تخطيط الاباحيه، ان انت تخطط ان انت تعمل الاباحيه في ميعاد معين او في وقت معين، مش ان انت تعملها تبعا للغريزه بتاعتك، لا انت لازم تكون تتحكم في الموضوع شويه وتحس بالملل فعلا. مش كل ما تبقى مثلا مكتئب او مزاجك وحش او يجي لك مثلا سيكشوال ايرج تروح تفضيها، لا لازم تكون مخطط للموضوع. في برضو ان انت ما تعتمدش على الخيال او الفانتسيز في تفريغه، لا تحاول تشوف حاجه واقعيه اكتر، او ان انت تمارسها مثلا بس من غير ما تتفرج على فيديوهات، وان انت تحاول تقللها بالتدريج لحد ما توصل للهدف النهائي وهو ان انت تبطلها. وبرضو ان انت تحاول ان انت تستغل الطاقه ديت في ان انت تروح مثلا تتمرن، تروح تتعلم حاجه جديده، دافع للحياه اكتر، وان انت تبحث فعلا عن دوبامين صحي مش دوبامين مؤقت، او ان انت تتعرف على ناس جديده، او حتى ان انت تتجوز لو انت قادر ومعاك فلوس، ليه لا. وبرضو ان انت تقلل استهلاكك من السوشيال ميديا للحاجات اللي انت عارف ان هي تريجرز بالنسبه لك، او حاجات زي ما تقول كده بتهيجك. لو انت مثلا متابع ناس معينه على الانستجرام، متابع ناس معينه على التيك توك، متابع ناس معينه مثلا على جوجل، فان انت تعمل انفولو للناس دي، او حتى ان انت تنزل برامج بتمنع ان المحتوى ده يظهر قدامك. برضو نحاول ان انت تقلل ان انت تتكلم في الحاجات دي بصوره كبيره، فيها كل واحد لينا ليه حاجات معينه هو بيضعف قدامها، او لما تبتدي تتكلم بطريقه معينه او مثلا وانت ماشي في الشارع بطل برضو ان انت تقعد تبص وتبحلق على الحاجات اللي انت عارف اول ما تروح هتفتكرها. يعني من الاخر زي ما تقول كده كانك بتعمل ديتوكس لدماغك، او بتنظفه من المشاهد دي، بس الهدف شريف، مش بسبب ان هو يسبب لك عمى، ولا ان هو يسبب لك حبوب الشباب، ولا يسبب لك تساقط الشعر، ولا يسبب لك اكتئاب او ان يكن. لان في الحقيقه في ناس كتير بتعمل الحاجات دي، وبالعكس ده هي يعتبر وسيلته الوحيده لتقليل الاكتئاب. وهبتكلم اكتر عن الموضوع لو حابين، او الاستراتيجيات اللي انت ممكن تعملها عشان تقلل الموضوع بالتدريج. فلو انت معجب بنوعيه المحتوى ده اكتب لي تحت رايك في الكومنتات، لو عندك استفسار سيبه تحت برضه هحاول ارد عليك، ولو حابب تشترك متابعه الكترونيه فهتلاقي اللينك تحت في الديسكريبشن. بس كده اشوفكم في الفيديوهات الجايه.